هل هناك فرق ما بين النظرة الغربية والحديثة عن النجاح وما بين النظرة الروحانية لهذا الموضوع؟ إذا نظرنا إلى الأشياء التي نمتلكها بأنها مؤقتة، كالعائلة اللي بتنتمي لإلها بأنها مؤقتة، الشغل اللي أنت فيه مؤقت، جسمك مؤقت، حتى أكيد شخصيتك هي مؤقتة، وراجع نفسك وتطلع على شخصيتك على مدار حياتك بتعرف إنها مراحل شخصية مؤقتة، بعد كل فترة من الوقت تموت شخصية وتحيا شخصية أخرى. لهيك كتير ناس بتعتقد إنه النجاح يعتمد على العلاقة اللي أنت فيها أو الشخص اللي أنت بترافقه، أو لما يكون عندك عمل ما أو كم من المال، أو إذا الوضع السياسي والاقتصادي بيتطابق مع معتقداتك وأفكارك في تلك الفترة. كتير من الناس في عالمنا بيعرفوا النجاح بهاي الطريقة، بالظروف المحيطة والأشخاص المحيطين فيهم، ولكن النظرة الروحانية للنجاح تختلف تماماً، وتعريفها للنجاح بعيدة عن ما يعتقده الكثيرون في عالمنا المادي. تعريف النجاح يأتي من إيمانك بأنك لست الأشياء المتغيرة في حياتك، أي أن تفصل نفسك عن كل الظواهر المتغيرة في الحياة، هذا هو بحد ذاته نجاح. أن تصقل نفسك جيداً وتلتزم بذاتك وتدع المتغيرات والتقلبات تأتي وتذهب. تصقل نفسك بمعنى أن يكون عندك ذهن قوي غير مشتت ومقطع ومتناثر، حالة ذهنية موحدة وشاملة. مهاراتك ممكن تتغير، أفكارك إبداعاتك أيضا ممكن تتغير، لكن الحالة الذهنية عندك عليها أن تكون شاملة وموحدة. واللي بيلعب دور كبير في هذه الحالة الذهنية هو التأمل. عشان هيك المعلم الكبير لاهيري مهاسايا بيقول حل جميع مشاكلك من خلال التأمل، أي أن تراقب وتنظر إلى ما هو تحت كل هذه المتغيرات والتقلبات من خلال ذهنك المتين والشامل والموحد. وطبيعي هذا بياخد بعض الوقت وبعض الجهد والكثير من الممارسة، ولكن عندما تصبح ماهر فيها ستجد الحلول لكل المشاكل الخارجية المتغيرة والمتقلبة. طبيعي تماما زي عازف الجيتار أو العود الماهر والمحترف، من الصعب عليه أنه يعزف على آلة مش مدوزنة، فقبل ما يلعب أي موسيقى بيقوم بعملية دوزان. ما بيدخل إلى المعزوفة في آلة مش مدوزنة، ونفس الشيء في حياة الإنسان الماهر. عملية التأمل هي عملية تعديل الدوزان قبل أن تقوم بعمل أي شيء أو أي محاولة لتصليح أي مشكلة بتعاني منها في الخارج. وعزف العود وصل إلى هذه المهارة من العزف لما مارس الكثير من التمارين مرة بعد مرة بعد مرة، حتى وصل إلى هاي المرحلة من الإتقان والمهارة. وبالنسبة للإنسان الناجح، التمارين هاي هي التنفس الصحيح، وضعيات الجسد أو الأسانز أو حالة السكون اللي بتكون فيها دارنا ديانا وتسامادي. لما يتقن هاي المهارات بعدها بإمكانه أن يقود أو يعزف لعبة الحياة بسهولة ورشاقة، وكل ما عليك فعله هو التخلص من كل تعلقاتك وأن تعيش حياة طبيعية عفوية، أي أن تكون مكتفي وراضي في كل الأحوال، ومهما حدث أنت دائما حاضر. أن تبحث وأن تجد الله هو أيضا بحد ذاته نجاح. كثير من الناس بتشك في أن العثور على الله هو هدف الحياة، بيكونوا أكثر تقبلا لفكرة أن الهدف من الحياة هو العثور على السعادة، ولكن هو بالنهاية نفس الشيء، لأن الله هو السعادة، هو الحب، هو الفرح اللي ما رح يبعد عن روحك أبدا إذا وجدته وعرفت الطريق اللي بتوصلك لإله، وهو أقرب مما نتصور. النفري بيقول وقال لي القرب الذي تعرفه مسافة، والبعد الذي تعرفه مسافة، أنا القريب البعيد بلا مسافة. يعني لإيش بنحاول الحصول على السعادة من الخارج
اللي ما حدا رح يقدر يعطيك إياها، يجب أن تزرعها زراعة بنفسك باستمرار من خلال زرع الله في داخلك. براماهانسا يوغاناندا بيقول: كل الجنس البشري مشغول في بحث أبدي عن شيء آخر، بيأملوا بأنه هذا الشيء الآخر ممكن يجلب لهم السعادة الكاملة التي لا تنتهي. ولكن بالنسبة للأرواح التي بحثت عن الله ووجدت، انتهى البحث عندهم، لأنه هو ذلك الشيء الآخر. اللي بده يوصله بهذا الكلام أنه عليك الدخول إلى الداخل، وأنه يكون عندك القدرة على العيش في هذا الوعي وهذا الحضور اللي مش معرف أو مربوط بأي شيء آخر. عودة لمهاسايا بيقول: ليلاً ونهاراً أنا لست أي شيء ولا أي شيء ملكي، أبقى تماماً في الدارنا ديانا والصمادي، أي التركيز التأمل والصمادي، أي في الجوهر، كما لو كان العقل خالي من كل شيء حتى من شكل العقل نفسه. أبقى هناك في سعادة عليا في هذه الحالة، أنا لست شيء ولا شيء لي. إذا بقي الإنسان في هذه الحالة، انتباهي لتعلقاتي لن تذهب في أي اتجاه آخر، أي أن الإنسان يكون بلا خطيئة. القصد هون أن تكون خالي من أي تعلقات أو تعريفات. وشو هي هاي التعريفات؟ التعريفات أنك بتعتقد أنك أنت قلق فواتيرك، بتعتقد أنك أنت بتاكل للشهوة، بتعتقد أنك أنت اللي عندك مشاكل في علاقاتك، بتعتقد أنك أنت اللي مش في المكان المناسب في شغله. ولكن في التأمل وفي الحالات الأخرى، كل هذه الأشياء تقع وتختفي تماماً، وبتصير تقول: لحظة، يمكن أنا مش كل هاي الأشياء. وهون بتبلش تسأل: What am I and who am I؟ مين أنا وماذا أنا؟ هاي الفرصة الوحيدة اللي بإمكانك اكتشاف شيء حقيقي عن نفسك، وبتبلش على الأقل تصلك تلميحات عن هاي الرحلة وعن جانب أعلى عن العملية كلها وعن ما هو النجاح. إذا كنت بتمتلك الصحة والثروة ولكن عندك مشكلة مع الجميع بما في ذلك نفسك، حياتك ما رح تكون ناجحة، لأنه الوجود نفسه يصبح عديم الجدوى إذا لم تجد السعادة أو الله. لما بتضيع ثروتك، نعم بتكون خسرت، وهذا شيء مش لطيف. لما بتمرض بتكون كمان فقط شيء بعواقب أكبر. ولكن لما تفقد راحة البال، فتكون قد فقدت أعظم كنز. لهيك يجب أن يقاس النجاح بمقياس السعادة، مش بمقياس الثروة والهيبة والسلطة. من خلال قدرتك على البقاء في وئام سلمي مع القوانين الكونية ومش المعايير الدنيوية، المال والجاه والسلطة ما رح تمنحك السعادة إذا ما استخدمتها صح. ولاستخدامها بشكل صحيح، لازم يكون عندك الحكمة والمحبة لله والأرض والإنسان. الله ما رح يكافئك أو يعاقبك، هو أعطاك القوة، وإنت يا إما بتكافئ أو بتعاقب نفسك بهاي القوة بحسن استخدام أو إساءة عقلك وقوة إرادتك. وإذا تجاوزت قوانين الصحة والتطور والحكمة هاي، من المؤكد أنك رح تعاني من المرض والفقر والجهل. فقط المواقف البناءة هي اللي رح توصلك للحرية والنجاح الحقيقي. نعم، إلى حد ما قد تعتمد السعادة على ظروف خارجية، ولكن بشكل أساسي تعتمد على المواقف العقلية اللي اتخذتها. وما تستنى الظروف تتغير، لأنه المشكلة تكمن في الظروف. غير مواقفك من الحياة، غير نظرتك للنجاح، بعدها راح تمتلك السعادة. وأن تكون سعيد هو أن تكون متناغم مع الله، وقوة أن تكون سعيد تأتي من خلال التأمل. بدي إياك تسكر عينيك، بتحاول تكون جالس بطريقة مريحة. بدنا نعمل توكيد بسيط يذكرنا بحقيقة ما نحن وما ليس نحن. كل مرة بقول التوكيد، بإمكانك تردده إما بصوتك أو ذهنيا في عقلك، ولكن انتبه إلى أعلى الرأس أو لمنطقة التاج، وكن واعي لقلبك، وكن واعي أيضا لملاك الحب الذي يعيش في هذا الفضاء الواسع. أنا لست الجسد، أنا لست الجسد،
أنا لست الجسد، أنا لست المشاعر، أنا لست المشاعر، أنا لست الأفكار، أنا لست الأفكار، أنا لست العقل، أنا لست العقل. العقل مجرد أداة للروح، أنا الروح، أنا الروح، أنا الروح، أنا كائن روحي بذكاء إلهي وحب إلهي وقوة إلهية. أنا متصل وواحد مع روحي العليا، أنا متصل وواحد مع روحي العليا، أنا متصل وواحد مع روحي العليا، أنا الذي أنا. أنا الذي أنا. أنا واحد مع الشرارة الإلهية في داخلي، أنا واحد مع الشرارة الإلهية في داخلي، أنا طفل من الله، أنا مرتبط بالله، أنا مرتبط بالله، أنا واحد مع الله، أنا واحد مع الجميع. هذه هي الحقيقة، بغض النظر عن قدرة الدماغ على اختبار الحقيقة. I am that I am. 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 نشكر الله على كل النعم في حياتنا، نشكرك على السعادة والصحة الجيدة والوفرة والازدهار بامتنان وحب كامل. ننهي هذا التأمل.